حذر مركز الفلك الدولي من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء كسوفها يوم غد الجمعة في عدة مدن عربية من بينها العاصمة نواكشوطة، معتبرا أن النظر إليها دون وسائل حماية يمكن أن يؤدي إلى تلف في العين من الممكن أن يصل درجة العمى الدائم. وتعرف عدة مدن عربية بينها العاصمة نواكشوطة يوم غد الجمعة كسوفا للشمس يكون كليا في بعضها، بينما يكون جزئيا في بعض هذه المدن، ومنها العاصمة نواكشوطة التي لا تتجاوز نسبة الإظلام فيها 20%. ويستمر الكسوف الجزئي في نواكشوط قرابة ساعتين ما بين 7 صباحا والتاسعة صباحا، ولم تصدر الحكومة أي إشعار بالكسوف الذي يعتبر 10 كسوف في القرن 21 وأول كسوف في العام الحالي 2015.